تيجي معايا ولا تركب عربيتك؟ لا هروح في عربيتي. يلا براحتك. سلام. سلام. ايوه سعيد، انت صحيت؟ سعيد؟ امال ايه، انا بكلمك ولا نايم؟ طب اسمع، تعال على البازار. وانت في البازار؟ لا، ساعة وهكون هناك، ما تأخرش. يلا سلام. الا بقول لك يا سعيد، ما تاخدني تفسحني شوية بالعربية. معلش انا هنا النهارده. يا بس صاحب بدري خد العربية وبيقول لي تعالى، اللي عايزك في شغل ضروري. وهو كلام سجابر ده يعني اوامر؟ تعالى يا سعيد، روح يا سعيد، اقعد يا سعيد، اقف يا سعيد، في ايه؟ في شغل يا بت. هو انا وجابر رايحين نتفسح بالعربيه واحنا طلبه في الجامعه ولا ايه؟ لا ده شغل واكل عيش. وبعدين اذا كان على الفسح هفسحك، على الدلع هدلعك، بس ما حبكتش يعني دلوقتي انا. وبعدين روحي روحي بالفستان اللي تبقى سادة لابوك يطب علينا، تجيب لنا مصيبه. يلا يلا انا هنوم. سلامتك يا حبيبي. الله يسلمك يا زيزي، كانوا عاوزين يموتونا زيزي. بعد الشر عليك يا حبيبي. هما مين دول اللي كانوا عاوزين يموتوك؟ ما انا لو اعرف ما كنتش عتقتهم. ازيك يا زيزي؟ انا شمال. هي اخبارك النهارده؟ بغلي يا عوني، بغلي. ادفع نص عمري واعرف مين اللي كان عاوز يموتني. باش عبيت يا شمال، العمل الحكايه دي ما كانش قصده يموتك، كان قصده يعجزك وبس. يعجزني؟ شوف، العمل الحكايه دي كان عايز يبعدك عن طريقه في الفتره دي وخلاص، لانه لو كان عايز يموتك كان ممكن يموتك وبالراحه. اللي حصل لك ده شومان مجرد ضرب التعجيز. طيب ومين اللي ليه مصلحه انه يعجزني؟ وانت مش كنت المفروض بعد كام يوم كده هتسافر مع نصر بي؟ ايوه طبعا. لما حصل لك ده مش هتقدر تسافر. تقصد ايه بالكلام ده عوني؟ انا يا شمال انا جاي منين دلوقتي؟ يا عم خلصنا، الرجل تعباني، اتكلم عوني. ما تقلقش يا زيزي، غريبه مننا وعلينا، اتكلم عوني، اتكلم. نصر بي طلب مني النهارده ان انا اخد جابر واروح اعمل له باسبور في مصلحه الجوازات. يعني جابر هو اللي هيسافر مكانك. تقصد يعني ان جابر هو ده؟ احتمال وارد، انا ما اكدتش. يبعدك عن طريقه عشان يبقى هو لوحده اللي عليك، هو سي سعيد. والله انا الولد ده من اول ما شفته قاعد معاك في الكافيتيريا وانا قلبي كده كش منه، باين عليه مش سهل ونبو ازرق. ثلاثة بالله العظيم ثلاثة. لو طلع جابر هو ورا الموضوع ده لخلص عليه بايديا جوز، سواء بقى نصر وافق او ما وافقش. ولا سليم؟ نعم. امال جابر فين؟ موجود فوق. اتأخرت كده ليه؟ هو ايه اللي اتأخرت كده ليه؟ ايه اللي انت بتعمله ده يا مجنون؟ ايه بعمل ايه؟ هو ايه اللي بعمل ايه؟ راجع اعمل حاجة في الخزنة دي تاني، انت حنيت لي السرقة تاني ولا ايه يا جابر؟ في ايه يا سعيد؟ هو ايه اللي فيه ايه؟ لو شومان ايه طب علينا فجأة عملنا بالو ايه صور؟ شومان مش جاي! وبعدين دي أوامر نصار بيه. أبو نصار بيه؟ هو نصار بيه قال لك اسرق خزنة شومان؟ دي مش فاهم. اقعد يا سعيد وانا هفهمك على كل حاجة. اقعد ما تبصليش كده. يا بيه عرفت اللي حصل؟ خير يا ريت. شومان خبطته عربية امبارح وهو خارج من الأوتيل. حصل حاجة؟ رجله اتكسرت ونقلوه على المستشفى. يبقى اكيد مش هيقدر يسافر مع نصار. اكيد طبعا. تفتكر انها مقصوده؟
طب عرفت مين اللي هيسافر بداله عن الصر؟ لا هسأله هعرفه هبلغك. مش مطمئن، مش مطمئن. حكاية السفرية دي اللي انت رايحها اللي طلعت فجأة كده شغل يا كاميليا، شغل. شغل. طيب ويا ترى مين مسافر معاك بقى المرة دي؟ قصدك ايه؟ هتكون فاكرني نايمة على وداني مش عارفة كل حاجة عنك. أعوذ بالله من لسانك. هو انت مفيش موضوع تفتحيه معايا الا لازم تقلبيه نكد؟ عمايلك السودة هي اللي بتقلبه نكد مش انا. استغفر الله العظيم يا رب. لسانك ده عامل زي العقربة. انا خارج. فهمت دلوقتي؟ فهمت يا عم. كمان لك مزقطت من الصبح وعملت اهزر في التليفون عشان مسافر مع حبيبتي القلب يعني. بصراحة يا بختك يا عم، حب وغرام. بس خلي بالك يا جابر، لو مصر هرش الموضوع ده قول علينا وعلى اللي عملناه كله يا رحمن يا رحيم. يا اخي جمد قلبك، ده حب. حب ايه بس يا جابر؟ موضوع خطر الراجل ده مش سهل. اسمع، انت هتفضل هنا في البازار اوكي؟ وانا هاخد الحاجه دي واروح للدكتوره بالليل في الحوش. سلام. وكمان رايح لجنه الدكتوره؟ طب لو عايز نصيحه مني ابعت جاكوزي يجيب لك سجاير سوبر. الو الو، مين معايا؟ انا جابر. ايه انت مش مسجله رقمي؟ لا يا جابر، دي اول مره تتصل بي. ده حقيقي، ده حقيقي. طب سجلي رقم ضروري. ليه؟ هو انت ناوي تتصل كتير ولا ايه؟ كل يوم، كل ليله، كل لحظه، كل ثانيه. عايز اسمع نفسك. انت مجنون على فكره. ممكن اعرف عايز ايه؟ فاكرة لما قلتلك ان قلبي بيقول لي انك مش هتسافر لوحدك؟ وبعدين؟ طلع قلبي ما بيكدبش عليا. انت بتخرف تقول ايه؟ ما بخرفش، انا مسافر معاكم. على فكرة اللي انت بتقوله ده احلام وتهيؤات، لان انا ونصار اللي مسافر معانا شومان مش انت. المية تكدب الغطاس. غرام غرام، اسمعي، السفرية دي هتكون احلى سفرية في حياتك. توعد. ازيك يا صفية؟ الحمد لله يا فندم. ربنا يسلمك. تسلم، اهي موجودة على اليمين اهي يا فندم. ازيك يا رنا؟ ازيك. هو في حاجة؟ انت مالك، في ايه؟ مش عوايدك تيجي زي دلوقتي. مخنوق، متضايق، قلت اجي اقعد معاك شوية. ايه اللي حصل؟ ايه اللي مضايقك؟ امبارح حصلت حاجة مكنتش متوقعها. عربية خبطت شومان. يا ساتر يا رب. طب حصل له ايه؟ رجله كسرت، مش هيقدر يسافر معايا. هاخد الواد جابر مكانه. جابر؟ على فكرة ده ولد كويس وشغال وله مستقبل معايا ان شاء الله. ويعني احنا ضروري حد يسافر معانا يعني؟ ايوه، انا في مصلحة هخلصها هناك، لازم يكون حد من رجالتي معايا. تحب اخلي صفية تعمل لك حاجة تشربها؟ لا لا لا، مش عايز اشرب. بقولك ايه، غيري هدومك عشان نخرج نتغدى بره. يلا يلا. اوكي ثواني. انا جابر. ما تبصليش كده، الدكتورة مستنياني. ايه؟ مستر جابر تعالى اتفضل.
جبت الحاجة؟ اتفضلي. ماجيكو؟ تحب تشرب حاجة مستر جابر؟ ويسكي؟ كونياك؟ ولا تحب أعمل لك كوكتيل؟ لا متشكر، مش عايز حاجة. لا لا أنا مش عايزك تتكسف مني مستر جابر. إحنا الفترة اللي جاية هنكون مع بعض كتير. أتخفيش، أنا ما اتكسفش من حد. جود. عموما أنا سعيدة قوي إنك أنت اللي مسافر معايا مش هما. كتر خيرك. أنا مش بقول كده مجاملة مستر جابر، وجودك مع مستر نصار مهم جدا بالنسبة لي وبالنسبة للناس اللي بره. قصدك إيه؟ بعدين هتفهم مستر جابر، بعدين. عموما هنتقابل يوم الحد في المطار. باي. السوبر دي ولا ايه؟ سيو سوين مستر. شوية شاي بالنعناع، انما ايه يما يرد الروح. يا قلبي تسلم ايدك يا حبيبتي. كله يا جابر، معقول؟ ربنا ما يحرمنا من دخلتك علينا ابدا يا اخويا. يلا بعكوك، تعالى ندخل الحاجه. يلا. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا عمري؟ انا هرتاح ازاي طول ما انت مش مريحني؟ انت مش هترضي عني ولا ايه؟ لا عمري ما هرضى عنك طول ما انت حالك ميل كده. لا صعب ان انا ارضى. واهي اهي كمان. ايه ده كله يا جابر يا اخويا؟ ده مش تموين يقضي شهر، ده تموين يقضي سنه. يا حبيبتي زادت الخير خيرين، وبعدين انا مسافر مش عايزكم تكونوا محتاجين لاي حاجه. مسافر فين؟ بره مصر. مسافر بره مصر ليه بقى ان شاء الله؟ شغل. ادعي لي ادعي لي يا روح عمري انت. ربنا يفتحها في وشك قادر يا كريم. ادعي لي. قلبي في ايديك. ادعي لي يا ست الكل. راحتك بالسلام. سلام. خلي بالك من نفسك. شكرا. مع السلامه يا جابر، ربنا يرزقك ان شاء الله ويوقف لك ولاد الحلال. سلام يا امه. مع السلامه يا جابر. تروح وترجع بالسلامه. انت ربنا يسلم لك طريقك يا ابني ويحفظك. وانا مسافر البازار ده هيكون امانه في ايديكم، خلي قلبكم عليه. سعيد ما تسيبش عوني، تابعوا أول بأول، وأي أخبار عن العملية الجديدة بلغني. ماشي. حنفي هديك فلوس توصلهم لأمهم وأخواته، أما أمي وأخواتي أنا مش هتكلم فيهم. متقلقش يا صاحبي برقبتي. سافر وانت في بطنك بطيخة صيفي، وأمك وبعكوك وأشجان هشيلهم في نينة هناك. ده العشان يا صاحبي، ده العشان.
Good morning. Yes, madam. The room for Mr. Gabriel. The room is ready. It's 475. ايه ده؟ افتح الاوضه. What is Mr. Nassar? He's in the swimming pool. Thank you. فين؟ تعالى. مستر بي. اهلا. ازيك يا مستر بي؟ ازيك جابر؟ اهلا يا دكتور، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ايه يا جابر؟ ايه الأخبار؟ والرحلة ايه؟ الحمد لله كله تمام. سلمت الحاجة للدكتورة؟ وجبتها معايا، وهروح بيها لدون شامير عشان يشوفها. هشوف امتى هيقابلك وبلغك طول معايا. وأنا في انتظار المكالمة دي. باي. يا جابر. أنا طبعًا عارف إن أنت جاي تعبان. أنا بقترح بقى إن أنت تطلع الأوضة تريح شوية ونتقابل بالليل على العشاء. حاضر يا مصطفى. أوكي؟ يلا سلام. الحمد لله على السلامة. اتفضل. الو سالي. الو ارام، هات الشنطه صغيره من شنطه العربيه وحصلني هنا. سالي وحشتيني. تعال انت كمان وحشتيني. جبت الحاجه؟ حصل يا دوم، وارام بيجيبها من العربيه. وجابر جا معايا على نفس الطياره. برافو يا سالي، برافو. يعني بكره الصبح المفروض ان احنا نقابل مستر نصار، هو والولد اللي اسمه جابر ده. قول يا جابر، انت اول مره تسافر بره مصر مش كده؟ ايوه. يبقى لازم تخرج وتتفسح وتتفرج على البلد كلها. البلد دي من اجمل مدن العالم. الو، ايه يا دكتوره؟ لا بكره الصبح هكون جاهز. جابر اوكي يا دكتوره، مع السلامه. خير يا نصر؟ خير؟ لا خير. بكرة الصبح الساعة 8 هتجينا عربية عشان عندنا ميعاد نقابل الراجل الكبير. وانت مطلوب معايا. أنا؟ أنا هطلع أعمل شوية تليفونات عشان عندي شغل. ما لسه بدري. بصي خليك براحتك، اقعدي اسهري زي ما انت عايز، ولما يجيلك نوم اطلعي نامي. وانت جابر المفروض ان بكرة ميعادنا الساعة 8، يعني لازم ما اسهرش كتير، ما تاخرش. حاضر. ماشي؟ حاضر. اوكي، على اذنكم. صباح الخير. صباح. انت من وانت ايه حكايتك مع الدكتورة؟ مالها الدكتورة؟ شايفاها مهتمة بيك زيادة شوية. زيادة شوية ازاي يعني؟ جيتوا مع بعض على نفس الطيارة، عايزك تروح بكره الاجتماع معاهم ضروري. انت بتغيري عليا. انا؟ غير عليك انت؟ طبعا بتغيري عليا. لا طبعا. الواضح انك بتغيري عليا. لا غير عليك بتاع ايه؟ لا بتغيري عليا. بقول لك مش بتغيري عليا. واضح بتغيري عليا. انا بس يعني عايزه مصلحتك، يعني لما تقع على واحده تختار واحده يعني احسن من الدكتوره شويه. زي مين يعني؟ أنا عارفة؟ أنا عارف؟ والله عارف. أقول لك إيه؟ تعالي نخرج من المكان الكئيب ده، نخرج نسهر ونفرفش، نعيش سننا. على أساس إن أنت عارف المنطقة هنا يعني دايس فيها مثلاً؟ بص اللي يسأل ما يتوهش، يلا. لا أنت مجنون مش طبيعي على فكرة. يلا اوعى ايدك، ما تمدش ايدك، اوعى ايدك.
مرة اني وحيدة في الدنيا دي ويتيمة رغم ان امي عايشة. امي عارف امي دي فاكرة نفسها عمرها 20 سنة راح تحب وتتجوز واحد اصغر منها ده بينصب عليها وبيستغلها ومش قادرة تصدق. هربت من البيت حنيت لأول واحد حسسني انه ممكن يحبني من قلبه صدقته وابتديت احلم معاه هرب مع اول اختبار حقيقي الفلوس. ايوه بالظبط كده هي الفلوس. ما كانش قدامي غير نصار بالقرش سلطه وفلوس ده حلم من نوع تاني خالص حلم نجوميه وشهره ونجاح حلم عمري في حياتي ما حلمت بيه لانه مش بتاعي بس هي دي الدنيا. انت عارف ان انا مبسوطه قوي وانا مبسوط انا بحب الليل جدا وانا بحب الليل بحب سكونه بحب القمر بحب دفاء انا بخاف بخاف من سكونه بحس اني لوحدي مش عايز اكون لوحدي تعبت غرام تعالي نجرب نحلم سوا انا وانت كده بحبال في واحد من فوق قاعد بيحركه ما ينفعش يتحركوا الا هو عايز انا ساعات بسأل ربنا ليه كده بس برجع واقول لنفسي مش كل حاجه بنحلم بيها لازم نلاقيها محدش مرتاح يا جابر بنعيش عم بين نحلم بطريق نفسنا نمشي فيه بس الدنيا بتعاندنا وبتمشينا في مليون طريق تاني اي حاجه بنحلم بيها هنلاقيها واحنا مع بعض هاتي ايدك تعالي غريب انت اغرب راجل شفته في حياتي لا انا اول راجل حب في حياتك وحيفضل يحبك طول حياتي لوحدي
مش عايزه اتجرح. الكلام ده من قلبك. رحمه ابويا من قلبي يا غرام. اسمي سلاح مش غرام. اسمك سماح. كوكو صباح الخير يا حبيبي. اه كوكو ازيك يا بكوكا؟ ازيك؟ عامل ايه؟ امال الحاجه ام جابر واشجان فين؟ جوه؟ طب تعالى يا حبيبي اقفل الباب وتعالى. صباح الخير يا حاجه. اهلا اهلا يا سعيد. صباح الفل. انا قلت يعني عدى اطمن عليكم ولو عايزين حاجه يعني ولا كده. الله يفيك الخير، ربنا يخليك كتر خيرك. قولي يا سعيد، هو جابر مسافر؟ سافر امبارح، وادعي له ان ربنا يجيبه بالسلامه. ربنا يجيبه بالسلامه يا رب. امال الانسه اشجان فين؟ جوه يا حبيبي في المطبخ بتحضر الفطار. طب انا هدخلها الحاجه دي. خد يا بحكوك لا بتاعتك اهي. وريني يا نعنوع عم سعيد جاب لك ايه يا حبيب امه يا ناس. صباح الخير يا اشجان. استاذ سعيد صباح الخير. وايه ده كله؟ انا قلت يعني مش معقوله هاجي ازوركم كده بايدي فاضيه، جبت شويه فاكهه يعني حاجات للبيت. كتر خيرك من جد من العدم. ما تقوليش كده، ده اقل واجب، بعدين يعني احنا مش غرب. طب انا هستاذن اروح البازار. معقول هتمشي يعني كده من غير ما نعمل معاك الواجب؟ اعمل لك حاجه يعني تشربها او تقعد تفطر معايا؟ بصراحة أنا أول مرة في حياتي أشم ريحة بيض مقلي حلوة أوي كده. واضح إن أنتي نفسك حلوة أوي في الأكل وفتحتي نفسي، بس معلش هستأذن. لا يبقى خلاص تقعد تفطر معايا. ماشي. طب وأنتوا هتتأخروا في مشواركوا ده؟ يا حبيبتي إحنا في شغلانتنا دي بنعرف إمتى نبتدي، لكن ما بنعرفش إمتى نخلص. يا سلام، وأنا المفروض عليا أفضل قاعدة ملطوعة مستنياك؟ إطلاقا يا روحي، اخرجي اتفسحي اعملي شغل لوحدي. عموما مش مشكله هستناك، بس يا ريت ما تتاخرش. اوكي. صباح الخير. صباح النور. واضح انك سهرت سهر صباحي. سهرت ونزلت بصيت بصه كده على الباب. عجبتك؟ حلوه. مستر مسار، your car is registered. اوكي يلا بينا يا جبر. احكي لك واحده تانية يا حاجه. يا ريت. طب مره واحد جاي يقعد على القهوه قاعد على الشاي. سعيد ايه حنوف الشياكه دي؟ تعالى تعالى، انت ما عدتش على البازار ولا ايه النهارده؟ لا عديت، لقيت كل حاجه تمام، محتاج اشقر على الجماعه. والله فيك الخير يا حنف، تعالى اتفضل. طب اقعد افطر معانا، حماتك بتحبك. صدقتك. طب يبقى تشرب معانا الشاي. حالا الشاي هيكون جاهز. لا عنك انت الست الكل، احنا نشيلك فوق دماغنا من فوق يا حاج. يلا خلص طبقنا كله.